حضرتك تكلمت بسؤال، طبعا شكرا لك. السؤال هو الإجابة أعتقد مبطنة من داخل السؤال. خلينا نكون واقعيين اليوم، احنا ليش نرفض هذا الموضوع؟ لأن احنا العراق، ما الشعب العراقي والحكومة العراقية، أصلا الحكومة مو قوية وما عندها ذيك الكاريزما حتى تخدم الشعب. الدولار قاعد بيصير ب 63، والمواطن قاعد يكتل القهر والجوع، وراتبه ما مكفي، المواطن قاعد بالتجاوزات، المواطن يبكي على الخدمات والاقتصاد المهمش المسروق، هواي عندنا مشاكل ومساوئ. لكن اليوم انا الي عوده حول سؤال حضرتك، اليوم خلينا نكون جزء من الواقع، هسه مو الواقع كله. اليوم احنا شو نطالب؟ احنا نكون حقيقيين بالرد، حقيقيين بالتحليل، حقيقيين، لا نجامل على حساب كل الكتل السياسيه، كل الكتل السياسيه قد يكون لديها المعنى بكي انه تبحث عن ذات الشعب العراقي، لكن اليوم الكل يشوف نشر الاعلانات حول الانتخابات وما غير مكترث لاقتصاد البلد وين راح وين صاير، والفصائل المسلحه المحترمه التي تدافع عن العراق احنا وياهم بأزرهم، نعم. لكن اليوم الامريكان اعتقد من ضمن التصريحات قالوا نحن على اهبه الاستعداد فيما لو تعرضنا الى مطبات ضرب من قبل القوائم، من قبل المسلحين في العراق، راح نقول الرد مالك رد قاسي وقوي للحكومه ولنا. اعتقد الفصائل المسلحه هم لازم يكون من الداعمين للحكومه، لان الحكومه من اللي تحت لوائها، الاطار التنسيقي جميع الفصائل المسلحه هم اللي صعدوا السيد محمد اشاع السوداني خلوه رئيس وزراء، هل بالامكان انه يسقطوه؟ بالتاكيد لا، يجب ان ياخذون بنظر الاعتبار. طيب، كل الكلام اللي يتفوه بمعنى يجب ان نقلب هذه الصفحه ونتوجه إلى عمل الدولة المؤسساتي باختصار حتى أنتقل. بالضبط بالضبط، عاشت إيدك أستاذ عدي. عمل الدولة المؤسساتية الحقيقية الباحثة عن ذات الشعب العراقي الذي ذاق الأمرين عبر بوابة 20 سنة، مهمش الاقتصاد، مهمش البنى التحتية، ومهمش راحة البال وراحة الضمير وراحة الغيرة على هذا الشعب الذي يعاني ما يعاني من خلال ما أثكلت عليه السنين. طيب هاي السنين اللي مرت عليه كسنين يوسف العجاف، إلا أنها لا توجد سنين لغاية الآن تنقل الشعب العراقي نقلة إيجابية إلى بر الأمان.